شد الواحات عموما وولاية غردية خصوصا هبوب رياح بسرعة شبه قوية إلى قوية وباتجاهات شرقية إلى شمالية شرقية، ستكون إن شاء الله ما بين 60 إلى 70 كيلومتر في الساعة وتتعدى أحيانا 80 كيلومتر في الساعة. سينتج طبعا عن كنتيجة لسرعة الرياح تطاير الرمال مما سيحجب مدى الرؤية إلى ما دون 1 كيلومتر.